أصدقائي المستمعين، اللي هنسمعه دلوقتي عملاق آخر لا يقل عملاقة ولا يقل مزايا ولا يعني فرجة. هو التاني الحقيقة ممتع ممتع، قراءته للقرآن الكريم ممتعة، وابتهالاته وتواشيحه ممتعة من كل النواحي، سواء الناحية الموسيقية أو الناحية التعبيرية أو طول نفسه أداءه، كل حاجة في هذا الرجل الجميل. أيوة، هو الشيخ طه الفشني. من أحلى التواشيح اللي قالها في الإذاعة المصرية، مسجلة في الإذاعة المصرية، توشيح ترنم يا شجية الطير واسجع بذكر محمد خير الأنام. غالبا هو كان عامله الملز النبوي، لكن التوشيح بديع بديع الحقيقة. أولا من الغرائب من أولها كده هتلاقيه إيه، بادي نكريز. البطانة أخوانا، البطانة اللي معاه عبقرية على قلب رجل واحد وفي نفس واحد، والأداء اللفة هي يعني الحركة الموسيقية هي الحركة الموسيقية، كأنه الناس دول بيأكلوا في طبق واحد طول عمرهم، وبيشربوا من قلة واحدة طول عمرهم، وبيصلوا مع بعض طول عمرهم، ودخلوا المدرسة طول عمرهم، وتخرجوا ولعبوا كورة مع بعض طول، عملوا أي حاجة مع بعض، كأنهم لم تتفارق هذه الأيدي إطلاقا، لم تتفارق هذه الحناجر، لم تفترق هذه الأيدي ولم تفترق هذه الحناجر إطلاقا. حاجة مدهشة البطانة اللي مع عم الشيخ طه الفشني. مهم، بيبتدي غريبا جدا يروح بادي نكريز. أنا بقى هقول لكم خلوا بالكم من حاجات معينة كده بركزوا عليها وانتوا بتسمعوا، يعني مثلا الأنام من أولها شوف طول نفسه، وشوف إزاي بيسلم الكورال، ازاي بيوصلهم يبتدوا بعده. خلي بالك مفيش حد بيشاور، خلي بالك مفيش حد بيعد، ده كله بيعتمد على عده لنفسه واشارته، الايقاع الداخلي بينهم وبين بعضهم، يعني بينهم وبين نفسهم اقصد اقول. فاتفرج على الراجل واتفرج على هذه الحرفية الحقيقة يعني. طيب، نبي ذكره في كل ارض شفاء للصدور والاستقامة. جميل، بص بقى بيقول شفاء للصدور ازاي، شوف نفسه وشوف نبي بيعمل ايه بالنون، بيلعب ازاي بالنون، فظيع. طيب، من النكريز ينتقل للرصد، في ملائكة السماء فرحت سرورا بمولد من تظلل بالغمام. رحنا رصد، وهو حط عم طه الفشني في الرصد يعيش حياة سعيدة جدا، هتتفرج عليه بيزرع سلم الرصد صعودا وهبوطا، كأنه قاعد في بيتهم، كأنه بيبقى على سلم بيتهم يعني. اتفرج يا سيدي كمان على الغمام وشوف بيقطع فيها ازاي. من الرصد للسيكة، يراقب يوم مولده زمان الى اخر البيت، يعني فرجة فرجة يعني بص على نفسه، بص على الفقهنة، وبرضه تاني بيسلم الكورال، يراقب يوم مولده زمان مراقبة المحب المستهان، بص على التسليم. بعد كده بنروح البياتي، نبي ألبس الدنيا جمالا إلى آخر البيت، بنتفرج على البياتي والصبا، اتفرج عليه بقى وهو في الصبا، برضو فرجة تانية. راست بعد كده نبي الله يا خير البرايا، ليه خد الراست؟ عشان يرجع للنكريز زي ما ابتدى، فأنت شفيعنا يوم الزحام، ويقفل. اذا لم يمر الا ربما بيت ولا حاجة اللي ما قلتلكوش فيه انه تنقل من مقام الى مقام، مش كده؟ اهو على ايديكم، مش دعوة. فرجة حقيقية ومتعة حقيقية ولحظات من فعلا السمو الروحي نقضيها مع عمنا وسيدنا الشيخ طه الفشني في ترنم يا شجية الطير واسجع بذكر محمد خير الأنام. ترنم يا شجية الطير واسجع بذكر محمد خير الأنام، بذكر محمد خير الأنام.
ملائكة السماء فرحت سرورا
وزينها